rules of morality. Saddam Hussein has placed Iraqi troops and equipment in civilian areas. ومن السؤال يستشف الجواب، كما لو أن جورج دبليو بوش أدرك قبل 20 عاما استحالة تكذيب روايته المزعومة. بلسان صليط وخطاب شعبوي أطلق بوش حربه على بغداد في مثل هذا اليوم. ساقت واشنطن المبررات لغزوها العسكري وزعمت أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وصواريخ بعيدة المدى. تبلورت الفكرة وأصبحت واشنطن وحليفتها الأبرز بريطانيا على أهبة الاستعداد. إذن لابد من إسقاط نظام صدام حسين وتحويل العراق من دولة مارقة إلى دولة ديمقراطية بحسب ادعاءات بوش المزعومة. ستبدأ إذن منذ لحظة غزو واشنطن للعراق حقبة سياسية مختلفة في المنطقة على مستوى التفاعلات والتداخلات الدولية والإقليمية، وسيجد الشعب العراقي أنه انتقل اضطراريا من نظام عسكري شمولي إلى محاصصة مذهبية شهدت خلاله البلاد حقبة من صنوف الموت والعذاب والصراعات الطائفية المسلحة. بسرعة البرق وسرعة 20 سنة الماضية أصبح العراق بيئة صالحة لانتشار الفساد السياسي والاقتصادي بكافة صوره وأنماطه المتعددة بالأرقام والوثائق. يلتقط جورج بوش صورا تذكارية في واحة صحراوية عراقية. أما الواحة الديمقراطية التي طالما تحدث عنها فما يزال البحث جار عنها منذ 20 عاما دون جدوى، لتنتهي ولايته بخروجه في آخر زيارات له بصورة تذكارية أخرى بحذاء عراقي مع ما خلفته الإدارة الأمريكية من النموذج الراهن، والذي كان سببا مباشرا لاندلاع ثورة تشرين سنة 2019 احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة والفساد المالي والإداري. لعلها كانت الصوت الأبرز منذ الغزو الأمريكي على الطبقة السياسية التي أفرزتها واشنطن عبر دستور الحاكم الأمريكي بول بريمر آنذاك، وما يزال ظل بريمر يعشعش داخل دساتير العراق الطائفية حتى الآن. في كل الأحوال، من كان المستفيد الأكبر من غزو العراق؟ انظر إلى الشمال والشرق، الغرب والجنوب، أينما وليت وجهك فحتما فإن إيران في وجهك. وهنا سيبرز السؤال المركزي، كيف ولماذا تحكمت إيران بمفاصل العراق بوجود القوات الأمريكية؟ وهل كانت إيران بمثابة سد الفراغ بعد الانسحاب الأمريكي؟ يبدو أن الأسئلة تجر أسئلة واستفهامات كثيرة، وكأنه بالفعل من السؤال يستشف الجواب. فاطميون، زينبيون، وحشد شعبي، عصائب أهل الحق، وقائمة أذرع إيران تطول وتطول دون توقف. فمن الذي يحكم في العراق بشكل فعلي بعد 20 عاما؟ وبعد 20 عاما لابد من إيجاد الخلل في التحولات الجارية. وثائق بريطانية وأخرى أمريكية كانت على علم أن العراق لم يكن لديه القدرة على امتلاك أسلحة دمار شامل، لكنها كذبة القرن كما يطلق عليها. فهل ما جرى من تدمير للعراق كان بمنهجية مدروسة ومضمونة النتائج؟ هو العراق اليوم الأكثر فسادا في العالم، ناهيك عن التقهقر السياسي المتسارع، فحولها إلى دولة هزيلة مدمرة. كذبة أمريكية أطلقها بوش قبل 20 عاما، وما تزال الكذبة تسير على خط محدد معلوم. قد يكون القادم يحمل احتمالات مقلقة إذا ما بقي الأمر على ما هو عليه. فمن يملك أدنى جواب من السياسيين العراقيين عن سؤال فحواه، إلى أين تذهب بلاد بابل بعد 20 عاما من الكذبة الأمريكية؟ أم أن الرغبة ما تزال قائمة في بعثرة حضارتي وحاضري وتراث العراق؟